البنية التحتية في مدينة الرمادي مدمرة تقريبا بنسبة 70%. هناك جسور مهدمة، هناك مستشفيات مهدمة، مراكز صحية مهدمة، ولكن عملنا بالموجود وتأهيل بعض المراكز الصحية وتأهيل بعض الدوائر الخدمية، وذلك لعودة أبسط مستلزمات الحياة اللي هي من كهرباء وماء وتوزيع المولدات. الكهرباء أكثرها على المولدات، الماء قليل بذلك بسبب تكسر أنابيب المياه الموجودة. هناك عمل متواصل ليل مع نهار من قبل دوائر الخدمية في المحافظة، ولكن المأساة كبيرة مقابل بسبب يعني الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية، مقابل التأهيل. محافظة الأنبار محافظة موازنتها ضعيفة جدا، لا يوجد هناك دعم كبير من الحكومة المركزية للموازنة. لم تستلم محافظة الأنبار إلى حد هذه اللحظة 10% من موازنتها المخصصة إلها. لو استلمت محافظة الأنبار موازنتها بالكامل لكانت إعادة استقرار وتأهيل المدينة في أبسط زمن ممكن. الأزمة الاقتصادية اللي يمر بها العالم وتمر بها الدول العربية وكذلك العراق، هي انخفاض سعر النفط هو اللي أدى إلى تقليل واردات العراق، ومن ثم موازنة المحافظات كانت نسبتها قليلة. موازنة الأنبار هذه العام 56 مليار، ولم يحصل منها محافظة الأنبار ربما 6 إلى 7 مليارات من مجموع 56 مليار. هذا المبلغ لا يمكن توزيعه على كل الأقضية، هناك تحليل مستمر في كل المناطق. مدينة الفلوجة هي أكبر مناطق مدينة، ومدينة الرمادي أكبر مناطق محافظة الأنبار تم تحريرها، مدينة هيت، مدينة كبيسة، مدينة الرطبة التي تبعد 550 كيلومتر عن مدينة الرمادي تحررت. هناك بنى تحتية مهدمة، هناك محطات للكهرباء مفجرة، وهناك يعني مشاريع للمي مهدمة، وضعف في التمويل وضعف في تمويل هذه المشاريع. ولكن بالجهود القيمة بالنسبة لحكومة الأنبار والدوائر الخدمية استطاعوا تأهيل بعض المناطق، ورجع عدد كبير رجعوا من أهالي المدينة رجعوا إلى مناطقهم، وخصوصا للي بيوتهم بعدها ما تفجرت أو ما تفخرت.